السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر شكر جزيل جدا دولة رئيس الوزراء. هو ما كانش مخطط انه يجي، او المعارف المبادرة اللي هنبدأ نعملها صمم ان هو ينزل ويقول كلمة، واعتقد انه كلمته كانت خارجة من القلب واكيد وصلت لقلوبنا كلنا، لان اي حاجة بتخرج من القلب فعلا بتوصل للقلب، واي حاجة بتخرج باخلاص بتوصل باخلاص. لازم اشكر شكر جزيل معالي وزير الاوقاف، وليس فقط لزمالته كوزير الاوقاف في مجلس الوزراء، ولا لانه عالم جليل، شيخ جليل، بنتعلم منه كتير جدا، بنتعلم منه مش بس على فكره ما يفيدنا ان شاء الله في اخرتنا، لا بنتعلم منه ما يفيدنا في دنيتنا، وبنتعلم منه ايضا تجارب استثمار. فانا بشكره ان هو يبقى اول مش هقول ضيف، اول واحد من اهل البيت يبدا معانا المبادره دي، ونستفيد جميعا منه ومن المحاضره ان شاء الله القائمه اللي هيطلعها علينا ان شاء الله. الهدف من المبادره اللي احنا بنطلقها دي، الهدف رقم واحد ان احنا نتعرف على بعض. ده الهدف رقم واحد، ما ينفعش ما نتعرفش على بعض. احنا النهارده وزارة الاستثمار زائد جهاتها التابعة اعتقد انها تفوق 340 الف موظف، وده هيبقى قصور شديد جدا مننا ان احنا ما نتعرفش على بعض. لازم نبتدي نتعرف على بعض، نحتك ببعض، وده الهدف الاول من هذه الندوات. بدأناها يمكن ندوة شهرية، ثم هنستمر نعملها كل اسبوعين حتى يزداد الاعداد اللي بتيجي الندوة، ويزداد تعرفنا كلنا على بعض، ويزداد احتكاكنا ببعض. بشكر ايضا زمايلي رؤساء شركات القبضه اللي الحقيقه الاربع خمس شهور اللي فاتوا دول، زائد ده عمرهم كله، بس الاربع خمس شهور اللي فاتوا دول بالذات باذلين مجهود قوي جدا في الاصلاح وفي البناء، واعتقد ان شاء الله انه محدش عنده هذه النيه ومحدش عنده هذا العمل ربنا سبحانه وتعالى مش هيوصله. ايضا الهدف الاخر ان احنا بعدنا قوي عن الثقافة. بقالنا أربع سنوات، عدى علينا أربع سنوات صعبين جدا، كان فقط لقائنا لشكوى وللهم. أعتقد أن لقاءاتنا النهاردة لازم تبقى للعمل وللرؤية والاغتنام واكتساب الفرص اللي جاية إن شاء الله. فعشان نعمل كده، أول عنصر لازم نشتغل عليه هو العنصر الرئيسي والأصل الرئيسي من أصل من أصول بلدنا، وهو العنصر البشري. وعشان كده أنا كنت بتكلم مع زملائي خلال الفترة اللي فاتت في خطط تدريب مستمرة. وصل إلي خطط تدريب للشركات القابضة التابعة بإجمالي 2322 برنامج تدريب، بعدد متدربين قرابة 30,000 متدرب، يعني 10% من العدد، بتكلفة قرابة 10 مليون جنيه هذا العام. طبعا ما وصل إلي أرفضه. السلام يا جماعة، لو مش هنبدأ نصل بتدريبنا ل 300,000، صدقوني يبقى احنا شغالين غلط. العنصر البشري بدأة بالعامل المصري، العامل اللي له العنصر الرئيسي في الإنتاج المصري، العنصر الرئيسي في النمو، العنصر الرئيسي اللي لازم نبني عليه خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري اللي بدأت منذ 30 سنة. فأنا بطلب من زمايلي إعادة النظر في خطط التدريب. أنا عايز خطط التدريب تشمل الكافة. عندنا معاهد تدريب كتير تستطيع إن هي تقوم، عندنا معاهد فنية، وعندنا مبادرات من رؤساء شركات لمعاهد فنية تانية، عندنا برامج تدريب عديدة مع عدة جهات. لازم نشتغل جامد جدا في الاستثمار في العنصر البشري. الاستثمار في العنصر البشري هيبقى هو اطلاق النمو اللي احنا بنبغيه وعايزين نوصله. واعتقد ان احنا كلنا في مؤسساتنا بنعاني من اللي بيقولوه عليه الامريكان الكاباسيتي بيلدينج، او بنعاني من ان ما عندناش قدرات كافيه. طب بنعاني منها ليه؟ ما احنا السبب. اللي اتيحت له فرصه تدريب وفرصه تعليم في الخارج، اللي اتيحت له فرصه تدريب وفرص تعليم
من اهله افضل من غيره. اعتقد ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن العنصر البشري ومسؤولة على الحفاظ على الثروة اللي عندها خبرة كبيرة جدا، ولكن عايزة تثقل بادوات التدريب الجديدة، عايزة تثقل بالتكنولوجيات الجديدة اللي اصبحت موجودة في العالم. واعتقد ده دورنا وده اهتمامنا الرئيسي في وزارة الاستثمار والاستثمار في البشر. ثالث هدف من اهداف اللقاء للنهاردة هو ان كل مرة نلتقي نأخذ بعلم وبثقافة حد عدى بعلوم عديدة وحد تولدت له خبرات كبيرة وحد ربنا نور له بصيرته وطريقه واتاح له علم مش متاح لغيره وجه الوقت اللي هو يديله لغيره. فاعتقد ان احنا النهاردة الهدف الثالث من وجودنا هو رجوع تاني الثقافة المصرية القديمة. انا كنت دايما لسه احد زملائي بيفكرني كل الناس بتبص للمستقبل، واحنا لو بصينا لمصر زمان نقول يا سلام يا ريتنا نرجع زي مصر زمان، يا ريتنا نشوف شارع قصر النيل زي زمان، ميدان التحرير زي زمان، المنشية زي زمان، المناطق اللي كانت لما تجيب فرنسا وتجيب المدن العالمية النهاردة وتحطها تلاقي الصورة كانت مصر في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات احلى من كل هذه المدن. اكيد ده يبكينا كلنا، واكيد واحنا في الفترة اللي موجودين فيها دي لازم نخرج من اللي احنا فيه ونرجع نشوف مصر، مش هقول زي زمان، نرجع نشوف مصر احلى من اللي احنا فيه دلوقتي، ونرجع نشوف مصر المستقبلية ان شاء الله لاولادنا غير مصر اللي احنا شايفينها دلوقتي. فاعتقد ده دور رئيسي لينا، مش هيتغير بالتدريب غير بالتدريب، مش هيتغير غير بالثقافة، مش هيتغير غير بالعلم، ودول الاسلحة الرئيسية اللي لازم احنا نحارب بيها زي ما القوات المسلحة بتحارب الارهاب. اعتقد حربنا احنا الارهاب لازم هتكون بالعلم والعمل. مش هزود على حضراتكم بس فعلا انا بسعيد وانا قاعد مع حضراتكم جدا، وهترك الكلمة لشيخنا الجليل معالي وزير الاوقاف واللي هتركز النهاردة على قيمة العمل واللي هتركز على بناة الوطن واللي هتركز على ايضا اللي مش عايزين نشوفهم خالص دعاة التخريب. بشكرك شيخنا جدا جدا يا معالي الوزير، ودايما بنستمتع واحنا في حضرة حضرتك. شكرا جزيلا.